بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه البداية وعليه دائما وابدا نتوكل. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم كل خير ومحبة وسرور. نحييكم من هنا من هذا الملتقى في هذا الصباح الجميل الذي يجمعنا نحن وإياكم على الخير والطاعة يوم السبت الموافق 19 من شهر نوفمبر شهر 11 لعام 22 للميلاد. نحييكم في صباح هذا اليوم مع سنة ثنايا التي سوف تنطلق بمسافة 6 كيلومترات 8 أشواط وزعت ما بين الأبكار والقعدان، منها للمحليات ومنها للمهجنات. شارة الاتحاد الديوان السادس الذي ينطلق في صباح هذا اليوم لسنة ثنايا ضمن السباقات التمهيدية التي قدمت من قبل اتحاد سباقات الهجن. انطلق منذ لحظات أول الأشواط أول التحديات الذي يحمل نخبة من الأسماء، يحمل نخبة من الشعارات التي لها سجلات سابقة سجلتها على أرضية هذا الميدان أو مختلف ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. أول الأشواط مباشرة مع الشاهينية سعيد بن عبد الله بن محمد الرميثيات أبو محمد يقدم لنا انطلاق الشاهينية. أو محمد بن سعيد بن عبد الله الرميث يطلق عنان الشاهينية في أول الأشواط. الشايبة حمد بن سالم بن عوي شامسي يقدم الشايبة على مستوى المركز الثاني، الشاهينية على مستوى المركز الثالث. سيف بن محمد بن سيف بقبي المزروع ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا انطلاقة الشاهينية على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع هذه ضبا محمد بن طميمة بن كردو العامري يقدم انطلاق الضبا على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس شوف القدوم في هذه اللحظات وشوف الانضمام في هذا الانطلاق في هذا الابداع الكبير. الذاير محمد بن سالم بن محمد الدرعي يقدم انطلاقة الذاير على مستوى المركز الخامس. بينما المركز السادس هذه الشاهينية عليف او علي بن خلفان الرز الشامسي ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا الشاهينية. ركز ركز يا ابو طالب وتابع المسار من احد الشعارات التي لها وزنها وثقلها في عالم الأصالة حاضرا بالشاهينية، ولكن اللي غيرت مذيار سعيد بن قناس بن مسلم بن حمرور العامري بدأ يغير المسار في هذا الانطلاق من الثامن إلى السابع أو من السابع إلى السادس. بينما المركز الثامن هذه الشاهينية سالم بن خليفة بن ضبيب الشامس يقدم لنا انطلاقة الشاهينية على مستوى المركز الثامن. أما المركز التاسع فهي الذاير محمد بن صالح بن علي الحميريات ويقدم لنا الذاير على مستوى المركز التاسع. والمركز العاشر القادمة والمنطلقة وقار، هذه وقار بدر بن سالم بن علي الوهيبي ياتي ويقدم لنا وقار. أبناء السلطنة يطالبونك الوهيبي، أبناء السلطنة يطالبونك بلقب أول الأشواط. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة والمبدعة بالانطلاق أول الأشواط. التحديات الأولى الصباحية الذي يحمل هنا أيضا أسماء وشعارات كبيرة حاضرة في صباح هذا اليوم لتسجل أول الأشواط لتسجل أول التحديات. الكل حاضر بسلالة محلية، الكل حاضر بنوعية ممتازة للغاية حاضرا بها لتكرر إنجازها السابق لتكرر إنجازها السابق. ولكن هنا أيضا واحدة من بين هذه الأسماء ستنتصر وتحقق المركز الأول. يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول الثلاثي الثلاثي الخطير المثلث الذهبي الذي تشكل من بداية الانطلاق وحتى هذه اللحظات. وهذه الشاهينية هذه الشاهينية
على صدارة المسار الشاهينية يقدمها في هذه اللحظات، ويقدمها سيف بن محمد بن سيف بن فارس بوقبي المزروعي، ياتي على بداية المسار، ياتي على بداية الإبداع، متحكما بسكان هنا أيضا بسكان القيادة حتى هذه اللحظات على مقدمة المسار، على مقدمة الإبداع الشايبة على مستوى المركز الثاني حمد بن سالم بن عوي الشامسي، يقدم الشايبة، يقدم الشايبة هنا أيضا، تتقدم في عز شبابها، في عز شبابها تأتي وتنطلق، حمد بن سالم بن عوي الشامسي يقدم لنا الشايبة، يقدم الشايبة على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه الشاهينية محمد بن سعيد بن عبد الله الربيثي ياتي ويتقدم على مستوى المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع من القادمة ضبا محمد بن تهميم بن قردوس العامري، يقدم ضبا، يقدم ضبا على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات، نتأخر ونشوف من القادمة مع المركز الخامس ومن المنطلقة في هذه اللحظات والمندفعة في هذا الانطلاق الذي يحمل مشاهدينا الأعزاء متابعي الكرام شعارات كبيرة في عالم الأصالة، مذيار سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري يقدم مذيار، أيضا القادمة الشاهينية سالم بن خليفة بضبيب الشامسي بدأت تتدخل في هذه اللحظات على مستوى المركز السادس، بينما المركز السابع وقار يا وقار يقدمها في هذه اللحظات وينطلق ويرافقها بدر بن سالم بن علي النوهيبي، يقدم وقار على مستوى المركز السابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن الذائر أو القادمة الواعية يمعى بن عيد، أو نعم يمعى بن عيد بن عبيد المهيري يقدم الواعية بينما الوصول من خلال الذائر محمد بن صالح بن علي الحميري يقدم الذائر في هذه اللحظات لتنطلق على مستوى المركز التاسع، بينما المركز العاشر هذه المنطلقة في هذه اللحظات أيضا الذائر محمد بن سالم بن محمد الدرعي يقدم الذائر في هذه اللحظات، كيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن العبور، ما يفصلنا عن الوصول، وهذه الشاهينية على صدارة المسار، الشاهينية على مقدمة هذا الشوط، سيف بن محمد بن سيف بن فارس بوقبي المزروعي ياتي ويقدم الشاهينية على مقدمة الشوط، على مقدمة الانطلاق، 1200 يا مضمرين الأصائل ما يفصلنا عن العبور، وهذه الشاهينية على بداية المسار، الشاهينية على مقدمة الشوط تنطلق وتؤكد الحضور، تحركت الشايبة على مستوى المركز الثاني، حمد بن سالم بن عوي الشامسي يقدم الشايبة ولكن الشاهينية الله يا سلام، هذه الشاهينية على بداية المسار، الشاهينية على مقدمة الشوط تنطلق وتبدع على مقدمة الانطلاق، على مقدمة الإبداع في أول الأشواط، أول التحديات الصباحية، وهذه الشاهينية على بداية الأداء تقدم العرض الرائع، تقدم العرض الجميل كما عودنا هذا الشعار بالعروضات الممتازة بالسلالات المحلية الغنية عن التعريف، حاضرا بقوية يقدم الشاهينية ووصل سالم بن خليفة بضبيب الشامسي، ولكن الله هذه الشاهينية على بداية المسار، على بداية التحدي، على بداية الإبداع، تكرر إنجازاتها السابقة في السباقات هنا أيضا السابقة في صباح هذا اليوم، تأتي الشاهينية، الله يا سلام، السبوق لازم تعيد الإنجاز، تكرر الإنجاز تلو الإنجاز، نتمنى لك التوفيق يا أبو قبيه.
نتمنى لك التوفيق على هذا الانطلاق والابداع الشاهينية في اول الاشواط. سيب بن محمد بن سيب بن فارس بقبي المزروع، المركز الثاني الشاهينية سالب قريب ضبيب الشامسي، ثالثا الشايبة حمد بن سالب العوين الشامسي، رابعا كان الوصول في هذه اللحظات والتقدم في هذا المسار مع وغار وبدر بن سالب بن علي الوهيبي، والمركز الخامس هي الشاهينية علي بخلفان الرزي الشامسي. هذه النتيجة 9 دقائق 23 ثانية، التوقيت المصاحب للشاهينية سيف بن محمد بن سيف بوق بي المزروعي قدمها في أول الأشواط لتعيد إنجازها السابق التي قدمته أيضا في السباقات الماضية منذ السباق الأول، والشاهينية تعيد الإنجاز تلو الإنجاز.